صدمات الحروب وآثارها النفسية على أطفال المنطقة. الحياة في دول الخليج بعد إجراءات العودة من كورونا. وهل يفتح الدوري الإسباني أبوابه أمام عشاق الكرة مع استئناف المنافسات؟ برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. وصباح الخير عليك يا رؤى. الحقيقه احنا هنبدا الحلقه النهارده بفكره غريبه شويه. طبعا لما نتكلم عن فكره المبيت في العراء، غالبا اول حاجه بتتبادر لاذهان الناس المشردين اللي لا لهم ماوى ولا بيت. ولكن الحقيقه الموضوع مختلف تماما في سويسرا، ولازم يكون مختلف في سويسرا. طبعا النهارده في فندق خاص بدا فعلا يقدم خدماته في الهواء الطلق بدون سقف ولا جدران، عشان يخلي العملاء يستمتعوا بجمال الطبيعة واستنشاق الهواء النقي. يا رؤى، الفكرة فعلا تبدو جميلة يا باسل وغريبة. يعني لما الواحد يحب الطبيعة ويحب أنه هو يبتعد عن صخب المدن والحياة المزدحمة، هذه الغرفة اللي ذكرتها يا باسل هي موجودة فوق جبل الألب السويسرية على ارتفاع 1800 متر فوق سطح البحر، وتبلغ تكلفة الإقامة فيها الليلة الواحدة نحو تقريبا $300. الغرفة تتضمن سرير كبير ومصابيح أو مصابيح الإضاءة طبعا في طرفين السرير، وكم كما أنه يوجد في الفندق خدمة غرف مثل كل الفنادق. ولكن الغريب في هذا الموضوع أنه طاقم العمل في الفندق مؤلف من شخص واحد بس يقوم بإعداد وجبات الإفطار والعشاء للنزلاء. هي الحقيقة مش دي الحاجة الغريبة الوحيدة يا رؤى. يعني طبعا مع الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا في مشكلة صغيرة جدا في رأيي، يعني الخصوصية، يعني خصوصا ان مفيش باب يخبط عليه حتى عامل خدمة الغرف قبل ما يدخل. بس ده طبعا ده رأيي الشخصي، يعني متأكد ان في ناس اساسا ما يفرقش معاهم. عموما يعني هو في السنوات الاخيرة اصحاب الفنادق بيحاولوا طبعا باستمرار الخروج عن المألوف، خصوصا لما بيجوا ينشئوا فنادق جديدة بهدف منح السياح تجارب خاصة تكون خارجة عن المألوف. طبعا مستخدمو مواقع التواصل دايما بينشروا صور لفنادق يمكن قررت انها تغرد خارج السرب، زي فندق الاشجار في تايلاند، فندق تحت التلج، فندق من غير كهرباء، فندق بيمنع استخدام الهواتف والاجهزة الحديثة، واللي يعيش ما يشوف يا رؤى. ايوه بس يعني بصراحه ان صحت لي فرصه انا راح اجرب هذا الفندق. يعني حلو الواحد يجرب انه هو ينام في الهواء الطلق من غير سقف، يشعر بنوع من الحريه. عاده لما تترك الحروب اثار عميقه على نفوس الاشخاص. طبعا هذه الاثار ما بس يعني مو بس تتوقف عند الاثار الجسديه، انما ايضا تمتد الى اثار نفسيه وعقليه وتبقى لفترات طويله. اللي بيمر في عالمنا العربي من احداث سواء كان في سوريا او اليمن او العراق او حتى ليبيا تخلق اثار واضطرابات نفسيه لدى الملايين من الأشخاص وفي مقدمتهم الأطفال. للأسف عادة ما تجعل النزاعات العسكرية السكان المدنيين طبعا في حالة استضعاف، وتشكل ضغط متزايد وخطر مضاعف على الأطفال بالتحديد نظرا لصغر أعمارهم وضعف بنيتهم الجسدية. ولذلك تحيي الأمم المتحدة اليوم الخميس اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء. في البداية مشاهدينا دعونا نستعرض معكم بعض الحقائق عن واقع حياة الأطفال في ظل الحروب. تقارير الهيئة الطبية العالمية كشفت أن 54% من أطفال الحروب يعانون من اضطرابات نفسية، ومع ذلك تشير التقديرات أن 5% منهم فقط يعاد تأهيلهم نفسيا. علماء النفس طوروا خلال السنوات الأخيرة الكثير من الأساليب والمدارس المتخصصة في علاج اضطرابات ما بعد الصدمات والحروب، مثل ما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي. ويعمل العلاج على تغيير أفكار وسلوكيات المريض السلبية وتحويلها إلى أفكار أكثر إيجابية متصالحة مع الواقع من خلال جلسات وأساليب متنوعة، منها اللعب العلاجي والنشاط البدني والأشغال اليدوية أو الرسم، كما للأنشطة أو أنشطة الدعم الاجتماعي والأسري آثار بالغة الأهمية في علاج اضطرابات ما بعد الحروب. فنقص الدعم الاجتماعي قد يؤدي إلى مضاعفات وتردي الحالة النفسية لدى الأطفال. ويأخذ الدعم الاجتماعي أشكالا مختلفة، ومنها الدعم العاطفي أي تعزيز السلوكيات والتصرفات التي تشعر المصاب بأنه محتوى ممن حوله، بالإضافة إلى تعزيز ثقته بنفسه كونه محبوبا ومقبولا في ظروفه كافة.
تعمل طبعا العديد من المنظمات الدولية على حماية ودعم الأطفال في المنطقة العربية، ومنها منظمة إنقاذ الطفل الدولية التي توفر يد العون لبلدان تعاني من ضعف النظم الصحية في المنطقة. نتابع الآن قصة طفلة استفادت من برامج هذه المنظمة. أول إشي قبل الحرب كنا زي أي ناس طبيعيين، نلعب، عايشة مع عائلتي، كنا يعني عادي زي أي بنت صغيرة. كنا نقعد على الباب، بس في برضو كانت في صوت زنانات وأشياء هيك برضو بتخوف. هذه كل ما نسمع صوت زنانة كنا نخاف نجري على الدار عشان نخاف إنه يقصف علينا هيك شيء. جمعنا أولاد الحارة وبنات الحارة بدنا نطلع، راحوا كل واحد يشوف مصاريه. أنا كنت مجهزة حالي بدي أطلع، يعني واقفة على الباب بستنى. بعدها خمس دقايق لقوا في شي برتقال بدور في السماء. بقول شو هاد؟ يعني مش عارفين احنا شو هاد، إنه هو صاروخ مش صاروخ مش عارفين. في شي برتقال في السماء بدور، اللي هو يعني كلهم صاروا صوت إنه هذا صاروخ. ساعة ما حكوا إنه هذا صاروخ أنا نزلت على الأرض وغمضت عينيا. وبعد ما فتحت عينيا لقيت كل إشي. كيف كان؟ صار العكس، كل إشي تدمر، نص أصحابي يعني نصهم ماتوا، نصهم مش مبينين، نصهم مش عارف وينهم. بدأت بعد يعني سنتين ثلاثة وأربعة وخمسة صرت في هذا الحال الحمد لله، يعني صرت أقدر أمشي في الشارعات. أصدقاء الله يرحمهم، وطبعا هم في حال أحسن من حالي أكيد، قاعدين هلا عند الله كيف مبسوطين، وأنا بتمنى لهم كل خير يعني. كانت هذه قصة واحدة من عشرات الآلاف القصص للأطفال اللي طبعا بيعانوا من نفس الاضطرابات النفسية. ولكن حتى نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر تنضم لنا من رام الله لما الترزي، مستشارة نفسية في منظمة إنقاذ الطفل الدولية. أهلا وسهلا فيك سيدة لما. يعني في البداية لو نبغى نلخص أهم المشاكل النفسية والعقلية اللي ممكن يعاني منها الأطفال بعد الحروب. صباح الخير عليكم جميعا. يعني الموضوع كتير مهم والأثار تبعته كبيرة صغيرة بنفس الوقت، لأنه عندنا أطفال في مرحلة نمائية، فإذا إحنا استهدفناهم مبكرا فبيكون التدخل جدا أفضل. أهم الأمور اللي ممكن يعانوا منها الأطفال إنه جميع الأطفال تحت مناطق النزاع أو العنف بشكل عام ممكن يتعرضوا لأعراض وسلوكيات وأعراض عاطفية نفسية تعتبر طبيعية ضمن ظروف غير طبيعية، تتراوح درجتها بين الخفيفة إلى المتوسطة، ونسبة قليلة من الأطفال تتراوح 5% تحتاج إلى تدخل علاجي متخصص. من أهم ما يلاحظ على الأطفال ضمن هاي مناطق النزاع اللي هو باتجاهين، إما أطفال بتصير شديدة الحركة، في سلوكيات عنيفة، قلة نوم، قلق وتوتر دائم، وعدم قدرة على التواصل مع الزملاء والأطفال، أو بالمقابل انسحاب وعدم الذهاب للمدارس أو الخروج من البيت والخوف الدائم والتعلق الشديد بالأهل. وبعض الأطفال بيصير عندهم حالة من التبول لا إرادي والخوف الدائم، ولكن نرجع نشدد إنها باختلاف شدة هاي الأعراض هي أعراض طبيعية ضمن ظروف غير طبيعية أبدا. خطورتها طبعا إن الطفل في عمر نمائي عاطفيا وعقليا وجسديا. نعم، يعني بالنظر إلى الإحصائيات فإن 5% فقط من الأطفال هم اللي طبعا يحتاج أو يحصلوا على العلاج النفسي، لكن يعني وش يصير بباقي الأطفال؟
احنا في منظمات انقاذ الطفل نستهدف جميع الاطفال، ونعتبر انه بالاساس بالمطلق اي طفل يعيش في مناطق فيها عدوان عالي، فيها عنف عالي، او حتى في ظروف اجتماعيه عنيفه، ليس بالضروره مناطق نزاع، جميع الاطفال بحاجه الى هذا الدعم النفسي، ولكن بدرجات واساليب مختلفه تتراوح بين الدعم المجتمعي والتدخل اليومي للمهارات الحياتيه واعاده استعاده الحياه اليوميه، الى الخدمات المتخصصه للاطفال اللي لا ينجحوا في استكمال مسيره حياتهم بشكل طبيعي. وبرجع بقولهم قله، ولكن احنا كسياسة في إنقاذ الطفل نستهدف جميع الأطفال ولا نستثني أي حدا، على أساس أن العدوان سيؤثر عليهم بالضرورة جميعا ولكن بدرجات مختلفة. طيب، هل لك سيدة لومة أن تحدثينا بشكل مفصل أكثر عن عملية التأهيل أو برامج التأهيل الموازية لبرامج المساعدات، خصوصا طبعا في الزمن الذي تضاعفت فيه الأزمات، حروب وكورونا وما إلى ذلك؟ أكيد. بالمبدأ خلينا ننظر للموضوع بهذه الطريقة، إنه الواقع اليومي لحياة طفل في أي مجتمع يتعرض للعدوان، بغض النظر هو في ملاجئ الإيواء أو في مناطق الحماية أو في مناطق النزاع المباشرة أو حتى في ظل أسرة عنيفة، له نمط حياة يومي يعتمد على القلق الدائم لحماية نفسه من الخطر. من تجربتنا في إنقاذ الطفل كان هناك أثر عالي جدا على مستويين، إذا قمنا بتدخل إعادة تنظيم الحياة اليومية للطفل، وبنفس الوقت بشكل متوازي التدخل النفسي لدعمه للمرور بمسار الحياة اليومية بشكل طبيعي والحياة كطفل طبيعي. أهم منطقة لهذا الموضوع كانت تعتبر المدارس. المدارس هي مكان أساسي، ولدينا برنامج كامل يدعى أن التعليم لا ينتظر، وليس التعليم فقط التعليم المعرفي، ولكن الإطار والنظام الذي تتواجد به المدرسة هو أفضل نظام بالتجربة للتدخل الموازي للأطفال في دعمهم نفسيا. برامج الدعم النفسي خلال التواجد في المدارس، وهي توفير بيئة آمنة ومساحة لعب آمنة للأطفال لا يتعرضوا فيها للخطر، وبنفس الوقت توفير مجالات التعلم غير الرسمي التي تجسر الهوى بين التعليم الموازي والتعليم اليومي، وتركز بشكل كبير على التعامل مع الصعوبات العاطفية التي بيواجهوها. زي ما أنتم تفضلتوا في بداية التقرير، أحد الأشكال منها التدخل المعرفي السلوكي، ولكن كمان أيضا نستخدم اللي هي تدخلات رفع القدرة على الجلد والاحتمال لدى الأطفال للتعامل مع ما يواجهون. طيب يعني نحن دائما ما نسمع من خبراء مثل حضرتك، يعني أن للمجتمع والأسرة بالتحديد دور كبير في إعادة تأهيل الطفل، ولكن الكثيرين منهم فقدوا بالفعل أسرهم، كيف يمكن رعايتهم وتعويض هذا النقص؟ صحيح، المبدأ الأساسي أن الطفل بحاجة لرعاية أسرية، وإذا نظرنا إلى الأسرة بالأساس بالمتعارف عليه تتكون من الأب والأم والعائلة القريبة بالدم، ولكن بالرعاية أي شخص هو راعي للطفل، سواء جدته، أقاربه، مؤسسة معينة، نعتبرها أسرته في هذا الإطار. وهذا التدخل الأولي هو الأساسي الذي نبدأ به من مجتمعه، من أسرته، من الأسر الراعية له إذا فقد أسرته جميعا أو ما تبقى من أسرته. وبرنامج التدخل اللي تتبعه إنقاذ الطفل يعمل على بناء قدرات أيضا الأسر الداعمة ودعمها نفسيا حتى تستطيع أن تدعم أبنائها. فالعمل موازي أيضا مع الأهالي، مع المعلمين، ومع الأطراف من عمر الطفل، حتى يكون التدخل شمولي ويشمل بيئته الاجتماعية كاملة. في حال لم يتلقى الطفل نوع علاج أو دعم نفسي، إيش المخاطر اللي تترتب على هذا الموضوع؟
صحيح، بالمطلق احنا ككائنات حية يعني خلقنا لدينا القدرة على التعافي الحر بشكل طبيعي، ولكن بالإضافة لأثار العدوان على الطفل، إذا فقد نظام الدعم الأسري والمجتمعي الذي يساعد على التعافي وهو في مرحلة نمائية، نحن في قلق على مستقبل هذا الطفل بعد الوصول لعمر 18 سنة من مشاكل عاطفية مستمرة، أداء أكاديمي قد يكون متأثر بشكل سلبي، وحالة نمائية سواء جسدية أو نفسية غير صحية مناسبة لعمره من الجيل المرافق. فحساسية الأطفال إنهم في مرحلة نمائية، كل ما لديهم ما زال ينمو ويكبر، فبالتالي إذا لم يتم التدخل ودعم الأطفال ومساندتهم نفسيا، نحن نغامر بحالة نمائية غير صحية للأطفال نفسيا وجسديا. من رام الله السيدة لوما تارزي، مستشارة الصحة النفسية في منظمة إنقاذ الطفل الدولية، شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح. مشاهدينا، سنترك قضية تأهيل الأطفال نفسيا وننتقل إلى العراق وقصة كنيسة أوديشو التي كانت في سهل نينوى تابعة لعقود للطائفة المسيحية في العراق، اليوم أصبحت مزارا للأقلية الأيزيدية بعد أن هجرها مرتدوها عام 2003 إلى بلدة قوش المسيحية أو إلى خارج البلاد. لا تزال كنيسة القديس أوديشو بقرية نصيري في سهل نينوى العراقي تحافظ على بنائها وشعائرها، لكن المفارقة هنا أن مرتاديها من الطائفة الأيزيدية. يقول الأيزيديون وهم أقلية في العراق إن الكنيسة مباركة ويزورونها طالبين البركات. لدى الإيزيديين إيمان كبير بهذا المكان المبارك، أي شخص عاقر يأتي إلى هنا ليتبارك، وكذلك نأتي بأطفالنا إلى هنا ليتباركوا. النساء يحافظن على نظافة الكنيسة من الداخل، فيما توكل مهمة نظافتها من الخارج على الرجال. نرتاد إلى هنا بشكل أسبوعي، نقوم بنظافة المكان ونعلق على هذه الشجرة شرائط الأمنيات 3 مرات، لدينا ثقة كبيرة بها. قرية نصيري التي تقع في محيط مدينة الموصل قرية مسيحية قبل أن يغادرها سكانها عام 2003. 30 عائلة مسيحية كانوا يعيشون هنا في القرية، أما اليوم فلا توجد سوى عائلة واحدة من بين 140 عائلة أيزيدية. عانى المسيحيون والأيزيديون من فظائع كبيرة عندما اجتاح تنظيم داعش شمال العراق عام 2014. بعد قليل كيف ستكون شكل الحياة في دول الخليج بعد إجراءات العودة من أزمة كورونا؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في الوقت الذي سجلت فيه حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليل العودة بعد كورونا، والذي اشتمل على ضوابط وتعليمات يجب اتخاذها بعد انتهاء هذه الأزمة. المجلس شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأهميتها لتجنب الأمراض المعدية واتخاذها كسلوك حياة، وشملت إرشادات العودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا الحياة اليومية والحياة العملية والدراسية والسياحية والروحانية أيضا. بيان لمجلس الصحة التابع لدول التعاون الخليجي يجمل إرشادات العودة إلى الحياة بعد انتهاء فيروس كورونا المستجد. شدد المجلس فيه على ضرورة الاستمرار في سلوكيات الوقاية الشخصية من الأمراض المعدية كأسلوب حياة. وضع مجلس صحة دول التعاون الخليجي 5 نقاط أساسية كإرشادات للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا. لكي نصل إلى بر الأمان الحقيقي سيكون علينا الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية والطبية، وأن نستمر في سلوكيات الوقاية من الأمراض المعدية كسلوك حياة. لا ترخي دفاعك، خذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة ولا تستهين، فسلامتك وسلامة أسرتك ومجتمعك أمانة ومطلب شرعي وواجب وطني.
النقطة الأولى هي الحياة اليومية، وتتمثل في عودة المواصلات العامة وافتتاح الحدائق والأسواق والطعام والتجمعات والأندية الرياضية. وشدد المجلس فيها على أهمية التباعد والتعقيم والنظافة الشخصية كشروط أساسية للعودة إلى الحياة اليومية. ثانيا، الحياة العملية. خصص مجلس الصحة الخليجي بندا كاملا لوضع إرشادات توعوية لأصحاب العمل والعاملين عند العودة مرة أخرى إلى العمل، وفيه دعا إلى المحافظة على مسافة آمنة فضلا عن ضمان تهوية جيدة في الأماكن والشركات المغلقة. ثالثا، الحياة المدرسية. العودة للمدارس بعد انتهاء كورونا، نصح مجلس الصحة الخليجي بضرورة أن يحافظ الطلاب على مسافة آمنة مع زملائهم، على ألا تقل المسافة بين الطلاب عن مترين، فضلا عن إرسال من يشعر بالتعب والإعياء إلى المنزل. رابعا، الحياة الروحانية. فقد شدد المجلس على ضرورة تجنب المصافحة بين المصلين فضلا عن تطهير وتعقيم اليدين بعد استخدام المصاحف والمنشورات داخل المسجد. إذا رجعت أنت لكل الأطباء في العالم على مستوى العالم، كانت جميع النداءات على مستوى العالم النظافة الشخصية، غسل اليدين دائما، غسل اليدين غسل اليدين، غسل الوجه، التمضمض، الاستنشاق. هذه بداية لأي صلاة، يعني المسلم يعني ملتزم غير ملتزم، الإنسان اللي يصلي يجب أن يتوضأ كل يوم 5 مرات. أخيرا، الحياة السياحية. نصح المجلس بضرورة تجنيب كبار السن السفر لأي مكان، ونشد المسافرين بضرورة اتباع الإرشادات الصحية الموصى بها من قبل، فضلا عن ارتداء الكمامة إلا في حالة الشعور بالإعياء. دبي، قناة الحرة، ربيع أبو حسان. وللحديث أكثر ينضم لنا الأستاذ أو أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور محمد فراس نائب. أهلا وسهلا بك وصباح الخير دكتور. يعني الفيروس ما زال موجود رغم كل الأقاويل، إن ضعف، إن أخف، إن نسبة الشفاء ارتفعت، في أشياء كثير، لكن ما زال هذا الفيروس موجود. أبغى أتكلم عن الهدف من هذا الدليل اللي طبعا شفناه مع بعض في هذا التقرير. ليش أصدروا مجلس الصحة لدول مجلس التعاون في هذا التوقيت؟ يوم سعيد للجميع. دليل العودة بعد كورونا هو بمثابة خارطة طريق استباقية وقائية لخليج ما بعد أزمة فيروس كورونا. يراد من الاستباقية العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال استعداد ذكي واستراتيجي، ويراد من الوقائية أن يكون هناك تنظيم للعودة إلى الحياة اليومية بعيدا عن العشوائية والاعتباطية. إذن يراد من هذا الدليل الاستعداد، ويراد من هذا الدليل تنظيم العودة إلى الحياة الطبيعية. طبعا بدون شك بأن هذا الدليل جاء وفقا أو تبعا للتوصيات منظمة الصحة العالمية التي أوصت بأن يكون هناك اتباع الممارسات الصحية السليمة الخاصة ببروتوكولات الأمراض المعدية. إذن قد نقول بأن دليل العودة بعد كورونا هو بمثابة حملة توعوية متكاملة جاء فيها الكثير من تلك المحتويات التي يجب أن يأخذ بها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا. طب دكتور، خلينا نتكلم عن الرسائل المجتمعية المراد إيصالها للشعوب الخليجية، يعني في تفاصيل هذه البنود أو هذه الحياة ما بعد أزمة كورونا. كما قلت بأنها حملة توعوية متكاملة جاء فيها محتوى تعريفي تثقيفي بكل ما يتعلق بفيروس كورونا، جاء فيها محتوى فني يتعلق بالعادات التي يجب أن يمارسها الأشخاص حتى بعد نهاية الأزمة، وجاء بها أيضا محتوى اجتماعي يتعلق بالمبادئ الصحية التي يجب أن يؤخذ بها من أجل منع انتشار هذا الفيروس. إذا تلك المحتويات تتكامل مع بعض الأشياء الأخرى على سبيل المثال
هناك تغريدة يومية وإنفوغرافيكس عن كل ما يتعلق بهذا الفيروس، هناك شخصية كرتونية ومقاطع أنيميشن يمكن أن تكون موجهة بطبيعة الحال إلى الأطفال، هناك حتى غير الشعار هناك أغنية تراجعوا التي أيضا من أجل شحذ الهمم فيما يتعلق بالاستمرار. هي صحيح، هي أشكال التوعية دكتور يعني متنوعة، ولكن خلينا كمان نركز يعني لما يتم إصدار هذا النوع، هل هو مثلا من بوادر انفراج قريبة لهذه الأزمة على الأقل لو نبغى نقول على محيط منطقة الخليج؟ نعم، لا يخفى على أحد بأن على صعيد الاقتصاد مثلا نشعر بأن الحياة الطبيعية تعود مجددا، الحركة الاقتصادية، الأنشطة الاقتصادية، الجميع يعلم عن المراكز التجارية وحتى عن الشواطئ، الحدائق، كل ما يتعلق الشركات الخاصة، القطاع الخاص لا ننسى ذلك. إذا كل من تلك الأنشطة الاقتصادية تعود بكامل طاقتها، إضافة إلى المؤسسات الحكومية والمقر الوزارية التي أصبح العمل بها بنسبة عالية. إذا كما قلت حضرتك، بوادر الانفجار أو سوري بوادر الانفراج، نأمل أن يكون انفراج دائما وليس انفجار، موجودة تماما. يا رب. نعم دكتور فراس ابقى معنا. وطبعا تعليقا على نص البيان الخليجي، أكد الدكتور عبيد صالح خبير الحكومة الإلكترونية والجرائم المعلوماتية في دبي، أكد أن الحياة لن تعود إلى سابقتها بعد القضاء على كورونا، مستشهدا بالأمثلة على من أصابهم الفيروس وتماثلوا للشفاء وكيف أحوالهم النفسية أصبحت مغيرة تماما لما كانت عليه. تابع. بالنسبة لنا الذهاب إلى طبيب نفسي ليس من ثقافتنا وعاداتنا، ولكن أنا أتوقع بعد كورونا سيكون هناك توجه لبعض الأشخاص اللي عانوا من ضغوط الإصابة بالمرض، الجلوس فترات طويلة في المنزل، سيحتاجوا إلى دعم نفسي وتأهيل مرة أخرى للعودة للحياة. حتى عملية الاحتكاك مع الآخرين سوف يشعر بقليل من الرعب. حفلات الزواج، حفلات غيرها، اكتشفنا ان هذه الحفلات من السهل اقامتها بدون هذا البذخ وبدون هذه الفعاليات الكثير، تكتفي بافراد الاسره الواحده وقليل من الاصدقاء، والحمد لله يعني الكل يبارك لك في هذا الزواج. كثير من العادات، كثير من الافكار، كثير من الاشياء، حتى ركوبك لسيارات الاجره، انا اتوقع سيكثر الاشخاص من اقتناء السيارات الخاصه أكثر من اعتمادهم على وسائل النقل العامة، لأن وسيلته الخاصة هو يؤمن نفسه ويؤمن أسرته وأطفاله، أنه لن يتعرض إلى الآخرين، لن يلمس ما لمسه الآخرين. مثل ما أكدوا خبراء الصحة أن فيروس كورونا سوف يبقى إلى فترات طويلة، وهذا دليل لغاية اليوم لم يوجد دواء ولم يوجد لقاح، هي مجرد محاولات من بعض الخبراء ومن بعض المختبرات والأطباء بحل هذه المشكلة والعاضلة الموجودة في العالم، ولكن يجب أن يكون عندنا تأقلم مع هذه الحياة الجديدة وعملية عدم الانسحاب من المجتمع. نؤكد على نقطة مهمة أن الانزواء، حتى اليوم مثلا بعض الحكومات مثلا الإمارات بدأت فتح الجزء، وهذا يدعوك أنك أنت لازم تتعايش مع هذا الانفتاح الجزئي وتمارس الحذر اللي تتعودت عليه، فلا أنك أنت تبقى ست شهور أو سنة ما نعرف متى تنتهي هذه الجائحة، ولا أنك تندفع إلى الاختلاط مرة أخرى. يجب أن يكون الانفتاح التدريجي حتى نفسيا لا تشعر بالانغلاق، ولا أنك أنت تستغل هذا الانفتاح بأني أنا أرجع لحياتي وأندمج مرة أخرى بعلاقات مع التواجد في اتصالات مغلقة وغيرها. قد أصاب بهذا الفيروس ولغاية الآن مثل ما قلنا لم يتوفر لا لقاح ولا دواء. طيب نعود إليك الآن دكتور فراس، يعني وكما شاهدنا في هذا اللقاء التطورات المرحلية التي تشهدها دول المنطقة، يعني معظم الحكومات وجدت نفسها أمام تحدي كبير انعكس بالتالي على المواطنين في شكل إجراءات تتطلب طبعا تغيير كبير في سلوكيات المجتمع بشكل عام. وسؤالي هنا، كيف غيرت وستغير أزمة كورونا من أسلوب تفكيرنا وسلوكنا أيضا؟ في الحقيقة الإجابة تثير الشجون. لا نستطيع أن ننكر بأن حياة أو عالم ما قبل أزمة فيروس كورونا
كان الإنسان بها يذهب باتجاه الماديات على حساب الروحانيات، لم يكن تلك العقلانية التي يجب أن تحكم السلوك متوفرة بكثرة. وقد يكون الإعلام بشكل خاص هو المثال الأجمل، كيف أن هذا الإعلام ما قبل أو عالم إعلام ما قبل كورونا، كيف كان هذا المحتوى أو من يقود العقل في الإعلام وخاصة السوشيال ميديا ويتبعه الإعلام التقليدي في كثير من الأحيان يذهب باتجاه، مع احترامنا لجميع المهن لاعبي الكرة والفنانين والفاشينيستا واليوتيوبرز والإنفلونسرز وغير ذلك من تلك المسميات، بينما بعد أزمة كورونا كان هناك، وأحب أن أسميها ثورة كورونا في مبادئ المجتمع والتفكير المجتمعي، كيف أن هذا التفكير ذهب باتجاه إعلاء الشأن أو إعادة هيكلية المجتمع تبعا للفائدة العطاء والأهمية. إذا كان هناك انقلاب في الهرم المجتمعي بكل ما تعني الكلمة من معنى، بمعنى أنه أصبح هناك وعي بأن يجب أن يكون هناك دائما منظور صحيح تجاه من يقود العقل، لا من يخاطب الحواس يعني والمتعة والتسلية، مع احترامنا لجميع البهجة. وعي كما ذكرت ورأينا هذا الموضوع يعني في الفترة الأخيرة فعلا في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية بشكل عام، ولكن لنفترض أننا وصلنا فعليا إلى مرحلة القضاء التام على كورونا، هل تعتقد أن الناس في دول الخليج مهيئون بالفعل لأسلوب حياة لا يختلف كثيرا عن الأسلوب الذي عاشوه خلال تفشي الوباء، كالالتزام بالكمامات، القفازات، عدم المصافحة والتقبيل وغيرها من العادات الاجتماعية الراسخة منذ قديم الزمان في المنطقة؟ في الحقيقة يعلمنا التاريخ وتعلمنا العلوم بأن التأقلم والتكيف من قوانين البقاء. يستطيع الإنسان دائما أن يتكيف ويتأقلم مع المستجدات الجديدة، وخاصة عندما تتعلق بحياته. وبالتالي نحن حتى نريد أن لا نكون إلى حد ما متشائمين، دعنا نكون إيجابيين. نلاحظ على سبيل المثال هناك الكثير من الكشوفات الجديدة حول كيفية القضاء على هذا الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية بكل مناحيها. يعني هناك مثلا الأشعة فوق البنفسجية التي يتم التحقق منها بأنها يمكن أن تدمر الفيروس بشكل كبير، وبالتالي في حال استخدمنا تلك الإضاءة التي تعطي الأشعة فوق البنفسجية من الممكن أن يتم القضاء مرة واحدة على هذا الوباء وبشكل نهائي. إذا نحن نريد نقول بأن التأقلم بدون شك هو شيء مطلوب، وخاصة عندما نتحدث عن الممارسات الصحية السليمة. نحن لا نتكلم حتى قبل فيروس كورونا، هناك الكثير من تلك يعني الممارسات التي يجب أن نأخذها. كان الكبار يعني أن يتأقلموا مع هذه الإجراءات لأنهم ربما يعني بإمكانهم أن يعقلوها نوعا ما، ماذا عن الأطفال؟ الأطفال ثمرة غرس القيم والمبادئ من قبل عوائلهم، وبالتالي كما تعتني بالنبتة سوف تخرج لك بعد أن تنشأ وتترعرع، وبالتالي عليك أنت أن تنمي هذا الوعي. بطبيعة الحال الطفل كالإسفنجة، نحب أن في علم الاجتماع نقول كالإسفنجة، تستطيع أن تملأها بالسائل الذي تريد، وبالتالي عليك أن تنمي هذا الوعي وتنشئ هؤلاء الأطفال على الممارسات الصحية، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكلة. قد يكون التعامل مع الأطفال ومن خلال الطريقة العلمية أكثر سهولة منه مقارنة بالناضجين أو الشبان المراهقين، لأن المراهقين دائما هناك ثورة على كل شيء، وبالتالي يمكن أن يخرقوا تلك الممارسات بشكل أكبر من الأطفال. المشكلة هي نفسية الأطفال. لا بد مما ليس منه بد. من المفترض دائما عندما يكون هناك أزمات، عندما يكون هناك أوبئة، سوف تكون العملية غير سهلة. بطبيعة الحال سوف يكون هناك بعض المعاناة للعائلة بكافة مستوياتها، بكافة أفرادها من أطفال ومراهقين وكبار في السن. نأمل دائما أن يكون هناك توفيق في هذا الأمر، وبالنهاية كما قلنا التأقلم والتكيف من أسرار الوجود.
أشكرك إذن على وجودك معنا هذا الصباح، ونتمنى فعلا أن يحدث هذا التأقلم في أقرب وقت ممكن، مع أني متأكد أنه بالتأكيد سيأخذ يعني وقت حتى يعتاد الناس على هذا الأسلوب الجديد للحياة. أشكرك أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور محمد فراس النائب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، يعني كنا سألناكم على صفحة الفيسبوك الخاصة عن تفاعل خاصة بنا عن تفاعل المجتمع مع أزمة كورونا. نذكر الآن بالسؤال: هل تعتقد أن الوعي المجتمعي لا ينتشر إلا في الأزمات، وهل سيستمر بعد انتهاء هذه الأزمة؟ وجاءت الإجابات كالتالي: 54% فقط قالوا لا ينتشر، بينما رأى 46% أن الوعي المجتمعي لا ينتشر إلا في الأزمات وسيستمر، أو أنه بالفعل سيستمر بعد انتهاء هذه الأزمة وليس مرتبط بالضرورة بالأزمة. نتمنى أن يعني تكون الأقلية هنا على حق. مع كورونا أيضا سنبقى، وسنذهب الآن إلى الأردن حيث أطلق مجموعة من الشبان تطبيق تحت اسم أمان بهدف المساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا. ويعمل هذا التطبيق على تنبيه المستخدم في حال تواجده في بؤر إصابة بالفيروس أو في حال مخالطته لأي مصاب. لينا الجرعان صحفية أردنية تعيش بين العاصمة عمان ومحافظة إربد، مسقط رأسها هي وزوجها، دفعها خوفها على طفليها ووالدتها المسنة إلى استخدام تطبيق أمان الإلكتروني لمساعدتها على تجنب الإصابة بفيروس كورونا ونقلها إليهم. لدي طفلان هاشم وسلمى توأم، قلقي عليهم كبير، خوف من أكون بلحظة ناقلة لهذا الفيروس لهم، وبالتالي وجدت في تطبيق أمان وسيلة جميلة لعلها خففت من القلق الذي ينتابني كثيرا صراحة منذ انتشار الفيروس في الأردن ومنذ الحالة الأولى. ولد تطبيق أمان من رحم مبادرة شبابية تطوعية جمعت شبان وفتيات أردنيين مختصين بتكنولوجيا المعلومات، وساعدتهم وزارة الصحة الأردنية على إطلاقه. وجدنا الآن أنه بعض الدراسات مثلا من جامعة أكسفورد بتحكي أنه لو 50% يعني أبتو 50% من المواطنين لو نزلوا هذا التطبيق راح يعني ما في داعي البلاد إنها تقوم بهاي شروط الإغلاق، وإنها بالعكس تنفتح البلد مرة أخرى والناس تمارس حياتها الطبيعية. يعمل التطبيق بتقنية ربط ذكية بالأقمار الصناعية توضح خرائط ومناطق المصابين والمخالطين بفيروس كورونا، تمكن وتنبه المستخدم برسائل نصية في حال مخالطته لمصاب أو مصابين في منطقة ما، مع الحفاظ التام على خصوصية المستخدم. قوم الآن موظف وزارة الصحة بأخذ البيانات من الشخص المريض ورفعها على السنترالايزد سيستم عند وزارة الصحة، وكل الناس الأصحاء الذين قاموا بتثبيت تطبيق أمان على أجهزتهم سوف يصلهم إشعار أنهم في احتمالية أنهم خالطوا الشخص المصاب. أكثر من ربع مليون مستخدم خلال أسبوع واحد، رقم يسعى القائمون على التطبيق لإيصاله إلى 40% من سكان الأردن، حتى يكون التطبيق وسيلة فعالة للسيطرة على الوباء واحتوائه. إذن هو تطبيق إلكتروني جديد أطلقه هؤلاء الشباب بمبادرة تطوعية يهدف لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تحذيرهم من احتمالية مخالطتهم لمصابين في البلاد. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. في ظل الحجر المنزلي اعتمد بعض الشباب السوري على التعلم الذاتي عبر منصات يوتيوب وغيرها من الوسائل التي تساهم في بناء قدراتهم وصقل مهاراتهم ومواهبهم، وهذا اللي جعل الحجر الصحي أمرا عاديا وغير مزعج عند البعض. نتابع. أنا عبد الغني صيادي من مدينة أريحة، عمري 22 سنة، موهبتي المكياج السينمائي. فت في هالمجال لأنه مجال جديد من نوعه بالشمال السوري، حبيت هالخطوة تكون خطوة فريدة لأبدأ فيها بهالموهبة.
كانت بدايتي بالجرح في اليد. صراحة بعد محاولاتي في الشمال ما توقعت أنه يكون هالعمل ناجح. جربت فانبهرت، صورت أول صورة لقيت العمل كتير كتير رائع، واخترت هالفن لأنه فن حلو وجديد وأشخاص اللي بيعملوا فيه قليلين، فحبيت أصير حالي في هالمجال. بهالوضع الحالي بتمنى أنه كل الأشخاص يلتزموا بيوتهم ليحاربوا فيروس كورونا، ولا يتنموا مهاراتهم وموهبتهم ويعززوا، ولازم يضلوا واثقين بحالهم. نحن جيل ما بنوقف عند موهبة، ولا بنوقف عند حرب، ولا بنوقف عند شيء. نحن بنطور حالنا ونكبر إن شاء الله. إذا الله كتبنا عمر بعد هالتسع سنين الحرب اللي عشناها، بعد 5 سنين بتوقع أو بحلم كون جزء من هالموهبة، كبرها فيني، وصل لعمل وشغل مع شركات إنتاج، وحقق هالموهبة وأبدع فيها. بعد قليل مشاهدينا في ملفنا الرياضي، هل يفتح الدوري الإسباني أبوابه أمام عشاق الكرة مع استئناف المنافسات؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ووصلنا الآن لرياضة اليوم. من المنتظر أن يصبح دوري الدرجة الأولى الإسباني ثاني مسابقة من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف نشاطها بعد الدوري الألماني. اللاليغا سينطلق من جديد في 11 يونيو المقبل بمواجهة تجمع بين إشبيليا وريال بيتيس، بينما ستنتهي المنافسة في 19 يوليو القادم. ومن غير المستبعد عودة الجماهير لملاعب كرة القدم حينما يكون ذلك ممكنا، بحسب فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق الإنذارات الصحية والطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية، حيث تشير التوقعات أن المدن التي نجحت في مكافحة كورونا قد تستقبل الجماهير بالفعل بنسبة لا تزيد عن 30% من سعة المدرجات. بعد أيام قليلة تعود الحياة لأجواء الدوري الإسباني بعد توقف دام نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام منذ أوائل مارس آذار الماضي. ووفق الجدول الجديد المعلن عن سير المسابقة، فستقام الجولات 11 المتبقية خلال 39 يوما فقط، ويحدد خلالها البطل والفرق المتأهلة للمنافسات الأوروبية والهابطون إلى القسم الثاني. ويمكن وصف الوضع الحالي بماراثون الليغا، إذ سيتوجب على كل فريق خوض مباراتين كل أسبوع في درجات حرارة عالية. وحانت لحظة الحسم، ففي الصدارة يتنافس برشلونة وريال مدريد على الظفر باللقب، فالأول يحتل القمة ب 58 نقطة، بينما يأتي الثاني في الوصافة ب 56 نقطة، فيا ترى من سيحسم لقب الليغا في أمطارها الأخيرة؟ ويحدث أكثر ينضم لنا من برشلونة الصحفي الرياضي محمد عبد العظيم، أهلا وسهلا بك. خلينا نتكلم عن عودة الأندية إلى المنافسة بشكل مفاجئ، يعني بدون ما أنها تخوض مباريات تحضيرية على أداء اللاعبين، كيف يؤثر ذلك على أداء اللاعبين؟ تحديدا معظم الأندية الإسبانية رجعت لتدريبات يعني من أكثر من شهر ونص، وهي فترة كافية في رأيي الشخصي عشان يكونوا جاهزين بدنيا. لو هنتكلم على التأثير، هو التأثير الذهني والتأثير النفسي، لأنه الجماهير هي عصب كرة القدم، فغياب الجماهير ممكن يؤثر بشكل كبير على اللاعبين، يؤثر على المعنويات، يؤثر على أشياء كثيرة ممكن تفتقدها معظم الأندية، سواء باللعب على أرضها وسط جماهيرها، وده ممكن يكون العامل الوحيد اللي ممكن يميز أو يقدر يوضح الفرق ما بين أندية كتير في الفترة اللي جاية.
طيب كابتن محمد، يعني النهارده احنا بنتكلم على 11 مباراه في اقل من شهر ونصف، في ناس عندها بعض الشكوك انه الانديه هتكون قادره ان هي تحمي لاعبيها من الاصابه بالفيروس، ايه رايك؟ الحقيقه مع دخول الخمس تغييرات حاليا في كره القدم، وده يعني خلق نوع من الجدال بعض الشيء، لانه هنا في مقوله تقول انه الانديه الصغيره هي بالظبط عندها 11 لاعب بيلعبوا تقريبا طول الموسم. طيب ال 11 لاعب نفترض انه حصلت اصابه لبعض اللاعبين خلال 39 يوم 40 يوم، فتره قليله جدا، هيعتمد على لاعبين تانيين لكنهم ليسوا بنفس الجوده لل 11 لاعبين الاساسيين. الامر ده ممكن يكون مختلف بعض الشيء بالنسبه للانديه الكبيره زي ريال مدريد وبرشلونه اللي عندهم يعني نقدر نقول اكثر من 20 لاعب متاح يكاد يكون بنفس الجوده، يعني عندهم دكه بدلاء جاهزه لإسعاف الفريق في حالة إصابة بعض اللاعبين خلال الفترة الزمنية القليلة جدا. طيب في ظل كل المعطيات الحالية، في رأيك مين الأوفر حظا حاليا بنيل اللقب؟ الحقيقة أن الأمر ده بيعتمد بشكل كبير على دخول الفرق، تحديدا الجولتين اللي جايتين هيحددوا بشكل كبير مين أكتر جاهزية أو مين أكتر عنده فرص أكبر للحصول على الدوري الإسباني. تحديدا المعطيات كلها مختلفة على الرغم من تصدر برشلونة لجدول ترتيب الليغا، لكنه الظروف حاليا مختلفة، الفرق استعادت لياقتها، كل الفرق في استعداد حاليا، ما نقدرش نقول ان ريال مدريد او برشلونة الاقرب لنيل اللقب في الوقت الحالي. ده بيعتمد بشكل كبير على جاهزية اللاعبين طبعا البدنية، ولكن النفسية مهمة بشكل كبير جدا 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 في تحديد الامر. طيب خلينا نتكلم عن ابرز الثغرات، منك ذكرت انه مين ممكن يكون مؤهل اكثر الى يعني الفوز باللقب، ما هي ابرز الثغرات اللي ممكن تكون موجوده سواء كان في الريال او في البرسا؟ قبل جائحة كورونا ريال مدريد وبرشلونة، ريال مدريد عنده مشكلة كبيرة هجومية، برشلونة عنده مشكلة كبيرة دفاعيا. على مستوى ريال مدريد، هل استعادة اللاعبيه اسينسيو على سبيل المثال على سبيل المثال إذا نزار ممكن يحل مشكله زي كده؟ ده هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، لكنه بالتاكيد ريال مدريد استعاد اسينسيو وازارو، ده هيساعده هجوميا على الاقل، او هيساعد زين الدين زيدان انه يعيد ترتيب اوراقه الهجوميه. برشلونه على الناحيه الثانيه، ده ممكن تكون فتره التوقف ساعد كيكي سيتين في خلق فورمه او خلق توليفه مناسبه دفاعيه للفريق لتحسينها خلال الفترات اللي جايه. طيب يعني برايك لصالح من لاعب غياب الدوري لمده شهرين، خاصه الانديه اللي استعادت لعيبتها بعد اللعيبه المصابين؟ ريال مدريد وبرشلونة يكادوا يكونوا الأبرز كالمستفيدين من التوقف في استعادة تحديدا المصابين. لو نتكلم على لويس سواريز، أصبح يعد صفقة جديدة بالنسبة لبرشلونة اللي كان مقرر غيابه أربع شهور، دلوقتي لويس سواريز أصبح متاح لعب مباراة ريال مايوركا القادمة. بالنسبة لريال مدريد زي ما ذكرت أسينسيو، إيدين أزار، أسلحة هجومية مهمة جدا بالنسبة لزين الدين زيدان، غيابها قبل جائحة كورونا كان مسبب مشكلة كبيرة وصداع بالنسبة للجزء الهجومي بالنسبة لزين الدين زيدان، وجودهم حاليا بيديله متنفس بعض الشيء. أتلتيكو مدريد على الجانب الآخر ممكن يكون تضرر بعض الشيء بعد إصابة جواو فيليكس، إشبيلية استعاد بعض نجومه، ريال بيتيس نفس الكلام. يعني نقدر نقول انه ده بيتوقف برضو على جاهزيه معظم اللاعبين خلال الفتره اللي جايه، زي ما حكينا انه معظم الفرق ما عندهاش 20 لاعب جاهز ان هم يكونوا بيلعبوا بشكل اساسي طول المباراه. طبعا عموما هيكونوا شهر ونص المشاهده والمتابعه فيهم هتكون في اعلى مستوياتها. اشكرك على وجودك معنا هذا الصباح من برشلونه الصحفي الرياضي الكابتن محمد عبد العظيم، شكرا ليك.
وفي الرياضة أيضا مشاهدينا، وخبر مهم جدا لعشاق كرة السلة، تصوت اليوم رابطة دوري كرة السلة الأمريكي على تحديد يوم 12 أكتوبر كآخر موعد ممكن لإنهاء موسم 2019-2020 الذي توقف طبعا منذ منتصف مارس بسبب جائحة كورونا. الرابطة تخطط الآن لعودة الدوري بمشاركة 22 فريقا بدءا من 31 يوليو، ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات في مجمع ديزني بولاية فلوريدا مع بقاء كل الأندية في الموقع لتقليل خطر تفشي الفيروس. مشاهدينا، يوم الأحد المقبل راح يوافق اليوم العالمي لسلامة الغذاء، وطبعا في الآونة الأخيرة كثير من الأحاديث كانت عن طريق أو طرق تعقيم الأغذية وانتشار العديد من هذه الوسائل، وسائل تعقيم الأغذية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى نتأكد من خلو هذه الأغذية من أي فيروسات. وطبعا في طريقها لما هذه الفواكه أو المواد الغذائية تنتقل من المزرعة إلى طبعا وصولها إلى المستهلك. مشاهدينا، سؤالنا لكم على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم راح يكون: هل تقوم بتعقيم الطعام خوفا من نقل العدوى اي او لا؟ اكيد ننتظر اجاباتكم عند صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج اليوم، وشاركونا ايضا طرق تعقيمكم للأغذية. وبكذا مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، واكيد لا تنسوا تراسلونا بارائكم على مواقع البرنامج. الى اللقاء. والان وقفة مع اهم ما جاء في حلقة اليوم، الى اللقاء. جميع الأطفال تحت مناطق النزاع أو العنف بشكل عام ممكن يتعرضوا لأعراض وسلوكيات وأعراض عاطفية نفسية تعتبر طبيعية ضمن ظروف غير طبيعية. الطفل كالإسفنجة، نحب أن في علم الاجتماع نقول كالإسفنجة، تستطيع أن تملأها بالسائل الذي تريد، وبالتالي عليك أن تنمي هذا الوعي وتنشئ هؤلاء الأطفال على الممارسات الصحية، وبالتالي لن يكون هناك أي مشكلة. التأثير الذهني والتأثير النفسي، لأنه الجماهير هي عصب كرة القدم، فغياب الجماهير ممكن يؤثر بشكل كبير على اللاعبين، يؤثر على المعنويات، يؤثر على أشياء كثيرة ممكن تفتقدها معظم الأندية.